صباحو، المنتخب الإيطالي بيحصل كبار أوروبا زي أسبانيا وإنجلترا والبرتغال وبيودع المونديال بعد اختيارات جبانة من المدرب الإيطالي وقرارات عجيبة من الحكم المكسيكي وتصرفات عضاضة من المهاجم الأوروجواني. بس قبل ما نخش في تفاصيل الماتش تعالوا نروح ونبدأ كالعادة بشوية أخبار عالطاير. أرسنال بدأوا بحثهم عن المواهب في كاس العالم وحاطين عينيهم على كوادرادو لاعب فيورنتينا الإيطالي وكولومبيا وألكسيس سانشيز نجم منتخب تشيلي والبارسا، ولكن في ظل تألق الاثنين في المونديال لازم أرسن فينجر يشخشخ جيبه شوية. ريال مدريد بقوا مرايبين قوي من ضم المهاجم الكولومبي لاديمير فالكاو، وفلورنتينو بيريز مستعد يدفع رقم محترم عشان يضمن خدمات اللاعب بالرغم من انه ملعبش ماتش واحد من شهور من ساعة اصابته بقطع في رباط الصليبي مع موناكو الفرنسي. الناحية التانية برشلونة قربوا من اتفاق مع ليفربول بخصوص لويس سواريز، بس لازم رئيس البارسا بورتوميو يكون متأكد ان عقد لويزيتو هيكون شامل مدرب للتدريبات الخاصة او على الاقل حتة بلاستيك علشان تحميه من الغرائز اللي عنده. المنتخب الاسباني بعد ما صعق بخماسية من هولندا وثنائية من تشيلي المرة دي بيصعق بجد بعد ما طائرة الخطوط الايبيرية اتضربت بصاعقة برقية وعلى متنها اللعيبة الاسبانية اثناء هبوطها في اسبانيا. براندلي مدرب منتخب ايطاليا واباتي رئيس اتحاد الكورة الاثنين استقالوا بعد لحظات من الخروج من المونديال بعد الهزيمة من الاوروغواي. لو افترضنا ده ممكن يهدي شوية من غضب الجماهير فما اعتقدش ان ده ممكن يعوض اندريا بيرلو او بوفون اللي شاركوا للمرة الاخيرة في كاس العالم وخرجوا بشكل اقل بكتير قوي من قيمته. لما المدرب يكون جريء بيخاطر بذكاء وبيحاول انه يكسب فلازم يتقال له هارد لك وشابو، ولكن لما المدرب يكون سلبي في اختياراته جبان في قراراته وما بيتعلمش من اخطائه فلازم يتقال له مع السلامة ويتكسر وراءه. لك من الاخر كده مش عايز اسمع الكلام المحفوظ وكلام الجرايد ان ايطاليا نزلت تلعب على التعادل وعشان كده خسرت، لان براندلي بدا المباراه ب 3-5-2 الخطه الانجح في مسيرته مع الازوري، وكان بيلعب باثنين سترايكر صراح بانوتيلي وموبيلي، وبالرغم من ان الاداء كان عقيم في الشوط الاول فاداء الاوروجواي هو كمان كان عقيم، وبما ان التعادل في مصلحه ايطاليا فمش من الذكاء انك تندفع هجوميا وتسيب مساحات ورا الاوروجواي يستغلوها وتحل لهم بيها عقمهم الهجومي. الكوارث كلها بقى بدات في الشوط الثاني. اولا قرار تبديل بالوتيلي وتضيع عليه تغيير علشان خايف انه يطرد مشكله يتحمل مسؤوليتها براندلي، لان العالم كله عارف اخلاق وتصرفات بالوتيلي، وبالرغم من ده انت اللي اخترته يكون مهاجمك الاساسي وتبني عليه كل خطتك الهجوميه. الكارثه الثانيه انك لما تقرر انك تخرج بالوتيلي فلازم تنزل بداله مهاجم يا اما انسينيه يا اما تشيرشي اللي متعود اصلا يلعب جنب ايموبيلي في تورينو، ولكن لما تقرر ان انت تنزل بارولو في نص الملعب وتغير الخطه ل 5-4-1 مع انك مش بتعاني دفاعيا من اصله فده معناه انك خفت وبدون اي داعي قررت ان انت تدافع والنتيجه مش مضمونه. الكارثة الكبيرة بقى هو قرار إشراك أنتونيو كاسانو. لما يكون مطرود منك لعيب وعايز تبدل إيموبيلي مستحيل تكون بكامل قواك العقلية لما اختيارك يقع على كاسانو. أولا فكاسانو هيخدم على مين وانت ما عندكش مهاجمين من أساسه؟ ثانيا لو هتعتمد ان هو هيمسك كورة في نص ملعب الخصم فكاسانو ضعيف بدنيا ومش هيقدر. ثالثا كاسانو بطيء ومش هيقدر ان هو يساعدك في سرعة أي هجمة مرتدة، وفوق كل ده مش هيضيف لك اي مساعده دفاعيه بالذات وانت بتلعب ناقص من اساسه. فمن الاخر كده قرار اشراك انتونيو كازانو جريمه كرويه تستحق على اثرها انك ترحل عن دكه المنتخب الايطالي. اما بالنسبه للحكم المكسيكي فاقل ما يقال عنه انه كان قاسي قوي على ايطاليا بالذات في طرد ماركيزيو. الكره فعلا فيها خشونه وممكن تستحق الطرد، ولكن في حكام تانية ممكن برضو تعديها بانذار، ولكن ازاي بعد ما تطرد ماركيزيو تيجي عند لويس سواريز وتعمل مش شايف؟ لويس سواريز بقى للمره المليون بياكد ان بالرغم من امكانياته الفنيه العاليه قوي فاخلاقه واحترافيته في الملعب ملهاش مثيل، فبعد ايقاف 10 ماتشات الموسم اللي فات في البريمير ليج بيرجع يعض تاني ايه ده تالت والمره دي في المونديال وقدام العالم كله. هنشوف يا ترى الفيفا هتاخد موقف وتوقفه
ولا هيعملوا مش شايفين هم كمان. منتخب اليونان استفاق من حيث لا يدري احد، وقدر ان هو يتأهل الدور الثاني عشان يلعب كوستاريكا وهم مسجلين هدفين بس من 3 ماتشات. فبعد ما تقدموا على الكوتيفوار 1-0 جابوا 3 كور في العرضة وقدر ان هم يجيبوا هدف الفوز في اللحظات الاخيرة، وكل ده بقيادة سامرس اللي تقمص دور راسل كرو وتحول لاقوى لاعب في العالم وعمل كل حاجة في الكورة. اما الكوتيفوار فبيحصلوا الكاميرون وبيأكدوا ان اللاعبين الافارقة كفرديين عندهم امكانيات وتقنيات عالية جدا، ولكن كمجموعة فرقة واحدة قمة في العشوائية. فممكن النهاردة يكسبوا البرازيل ويجوا بعدها بيومين يخسروا من غزل المحلة. منتخب كولومبيا بيكشر عن انيابه وبيسحق الساموراي الياباني برباعية بقيادة جيمس رودريجز، واحد من اجمل واحلى اللعيبة في المونديال، والجول الرابع اللي جابه بيقول كل الكلام. وفي نفس الوقت الماتش شهد لحظة مؤثرة جدا، وهي لحظة نزول حارس المرمى ماندراجون في الشوط الثاني علشان يضرب الرقم القياسي كأكبر لاعب بيشارك في تاريخ كاس العالم ويحطم رقم الكاميروني روجيمي. منتخب الأرجنتين محتاج لنقطة واحدة بس عشان يضمن صدارته للمجموعة، أما منتخب نيجيريا فهو كمان محتاج لنقطة واحدة بس علشان يضمن تأهله للدور الثاني بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية. الأنظار كلها هتكون مسلطة على المدرب الأرجنتيني سابيلا، اللي بالرغم من أنه كسب أول ماتشين إلا أنه ما أقنعش لا بالأداء ولا بالتكتيك، وفي كل مرة ليونيل ميسي هو اللي بينقذه. أما منتخب نيجيريا فهيلعب بالأربعة 2-3-1 اللي لعب بيها في ماتش إيران، 2 ارتكاز أونادي وميكال، قدامهم 3 طيارات بابا توندي، أحمد موسى وأوديم وينجي، وقدامهم في تيوت فنربخشة التركي أمينيكي. ومع نيجيريا طبعا التوقع مستحيل، ممكن يعملوا مفاجأة تاريخية ويكسبوا الأرجنتين، وممكن يشيلوا نتيجة كبيرة ويروحوا من البرازيل. منتخب البوسنة ودع البطولة، أما إيران فهتحتاج إن الأرجنتين تكسب نيجيريا وهم يكسبوا البوسنة بفارق لا يقل عن هدفين عشان يضمنوا الصعود للدور الثاني. وبعد الأداء المميز جدا اللي قدموه ضد الأرجنتين الماتش اللي فات، فمسؤولية المهمة المستحيلة دي هتكون على كتاف المهاجم رضا ولاعب خط الوسط مسعود شجاعي. بعد هولندا منتخب فرنسا هو اكتر فريق اوروبي مقنع لغايه دلوقتي. ديدييه ديشام بيعتمد على 4-3-3 وتوازن ما بين الهجوم بقياده ثلاثي بنزيما فالبوينا وجيرو، والدفاع بقياده ثلاثي خط النص بوجبا ماتويدي وكاباي، اللي بيدوا الحمايه اللازمه للظهيرين والمساعده الكافيه في الدفاع والحريه التامه للثلاثي اللي قدام. الناحية التانية اعتقد ان سويسرا هتنتفض بعد الهزيمه العريضه من فرنسا وتحقق فوز على هندوراس بقيادة ثنائي نص الملعب تشاكا وشاكيري، ووراهم زمايلي اللي لازم يلعب كارتكاس تاني جنب إنلر مكان بهرامي. وبكده المجموعة الخامسة تكون المجموعة الأولى اللي بتشهد تفوق أوروبي على حساب منتخب من أمريكا اللاتينية ومنتخب من الكونكاكاف. سؤال حلقة النهاردة بقى، مين اللعيب اللي في العالم كله اللي نفسك تسيب عليه لويس سواريز يقرمه أرمى؟ أشوفكم بكرة في نفس الميعاد. سلام.